كمان جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي كان ليها دور كبير جدا 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 برضه في نفس المسابقه اللي خلت مستر مارسيل كولر يحصد افضل مدرب في جائزه جلوب ساكر، متفوقا على مدربين عالميين كتير بقى، جوارديولا وانشيلوتي وارتيتا وتشافي. لكن كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان وراه جمهور اسمه جمهور النادي الاهلي، هو اللي بيصنع الفارق، هو اللي دايما متفوق، هو اللي فاز بالجائزه. جمهور النادي الاهلي هو اللي فاز بالجائزه، وياما فاز بجوائز كتير. لان الموسم اللي فات بالذات جماهير النادي الاهلي، مش عايز اقول اللي صنعت الفرق ما بين السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت بالخمس بطولات، خمس بطولات، انا هتكلم على كل البطولات السنه اللي فاتت اللي حققها النادي الاهلي، كل البطولات كسبها النادي الاهلي بقياده مستر كولر رئيس الجهاز الفني. ولكن احنا بنتكلم على عظمه جماهير النادي الاهلي، وانت كمان ايه يعني، انت بتتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي بتصنع الفرق، لكن كمان ما ننساش دور المنظومه ككل، دور رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، دور مجلس الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي، دور الجهاز الفني بقياده مستر كولر، ودور اللعيبه اللي انا بقى عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دي انتقدت كتير جدا جدا في فتره من الفترات، بالرغم من انها في المواقف الصعبه بتبين فعلا شخصيه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دي، لعيبه النادي الاهلي لما بتجيب بطوله وبتفرح بس بعد الماتش ساعتين ولا حاجه، الناس كلها بتطالبها البطوله اللي جايه، خلاص ننسى الكلام دوت.